نيجي بقى لسؤال السيركل، وصدقوني يا جماعة محدش هيديك السيركل زي جيمي تي. ناس كتيرة قوي قوي تشوف سؤال السيركل دوت بتسيبه وتمشي، وانا بقول لك مفيش اقل من 3 4 اسئلة بيجي في الامتحان على السيركل، ولازم لازم تحطهم في جيبك لان السيركل بجد سهلة جدا. اسئلة السيركل بتيجي عن ايه؟ اول حاجة كده تعالى ندردش عن السيركل بالراحة على طول مع بعض. السيركل هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن حاجة ليها سنتر وديستنس ثابته ما بينها وما بين حاجات كتيره كده، بوينتس كتيره، انفاينايت بوينتس. لو جينا بصينا هتلاقي ان لو طلعت من السنتر ولمست اي حته على السيركل ده بنسميها راديوس، طبعا الراديوس كله بيبقى ايكوال لبعضه. لو قطعت بلاين بالعرض كده بقى اسمه الدايمتر، طبعا الريليشن القديمه اللي معروفه ان الدايمتر ايكوال 2 تايمز الراديوس. بيجي عندك حاجه كده مش معديه جوه السيركل برضو، دي بنسميها كورد. ولو اي لاين لمس من بره كده بنسميه تانجنت. طبعا لو جيت مسكت حته صغيره زي كده دي بنسميها ارك. المسميات دي مهمه جدا وانت داخل على مساله السيركل عشان تبقى عارف انت بتتعامل مع ايه. زي ما قلنا ان الراديوس بيبقى كله ايكوال لبعض وان الدايمتر دبل الراديوس، في علاقه مهمه جدا يا جماعه ما بين لما يترسم عندك تانجنت مع دايمتر او راديوس، ان اي تانجنت بيجي مع دايمتر او راديوس يلمس من بره لازم بيكون عامل انجل 90، يعني الانجل بتبقى بيربنديكولار. يعني انا لو جيت من هنا وعملت تانجنت لذيذ كده برضه ببقى عارف ان الانجل دي بتاعتي ايكوال برضه كام؟ 90. بعد ما دردشت معاك في الحاجات الصغيره دي ابدا كده اديك الرولز اللي بتجي لنا. بيجي يطلب منك بالنسبه لموضوع الارك ده لما تشوفه عندك في الامتحان حاجتين، يا اما بيطلب منك اللانس بتاع الارك يا اما بيبقى فيه شيدنج وبيطلب منك الاريا اللي الارك عامل لها شيدنج. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان الارك ده بيلعب عليه انه يجي يجيب لك سيركل حلو، وتلاقي عندك راديوس وراديوس طالعين كده، فطبيعي بقى عندك في حته صغيره كده بيطلب منك انك تجيب له اللانس بتاعها او تجيب له الاريا شيد ديت. عشان تجيب اللانث بتاع الارك الرول بسيط خالص، طبعا كالعاده بيبقى عندك هنا انجل بس بنسميها سنترال انجل. طبعا كلكم عارفين السنترال انجل ليه؟ لان هي طالعه من السنتر. عشان تجيب اللانث بتاع الارك او الاريا بتاعت الارك الرول بسيط خالص، كل اللي بتعمله هنا انك بتاخد السنترال انجل تعملها ديفايدد باي 180 تايمز 2 باي ار، وعشان تجيب الاريا هي عباره عن السنترال انجل اوفر 180 تايمز باي ار سكوير. طبعا الباي والباي بتعبر عنهم ب 3.14 الا لو الانسر فيها باي ساعتها بتاخدها باي زي ما هي من على الكالكليتر. طبعا السنتر الانجل بتجيب جيفن ليك بتروح تتعامل معاها وتحطها زي ما هي وبتعوض، سواء بتجيب له اللانث بتاع الار بالرول ده او بتجيب له الاريا بتاعت البورت اللي انت عاملها شيدنج ديت بالرول ده. الاسئله اللي بتجي لنا تاني ايه؟ ان هو بيبدا يكلمك في موضوع مهم جدا جدا اللي هي الايكويشن بتاعت السيركل. السيركل يا جماعه ليها تو فورمز للايكويشن، يا اما ليها الستاندرد فورم يا اما بيكون ليها الجنرال فورم. نمسك كده فورم فورم ونتكلم عنهم. الستاندرد فورم بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بتبقى عباره عن براكت وعليه باور 2 بلس براكت تاني وعليها باور 2 ايكوال للراديوس باور 2. هنا بيحط x ماينس السنتر x، وهنا بيحط y ماينس سنتر y. بمعنى ايه؟ اكزامبل كده بسرعه، لو جيت اديتك ان السنتر عندي نيجاتيف 2 1 وان الراديوس ايكوالز 4 وطالب مني ان انا اجيب له او مديني تشويسز وبيقول لي انهي واحده من دول بتعبر عن الايكويشن بتاعت السيركل، هتبقى عباره عن x باخد الرقم ده احطه بعكس الساين بلس 2 طبعا باور 2، وهنا y دي بوزيتيف 1 فتتحط نيجاتيف عادي برضه باور 2 equals الراديوس باور 2 اللي هو كام؟ 16. ونفس الطريقه ارجع بالعكس، ازاي؟ لو جيت اداك الايكويشن كده وطلب منك انك تجيب له السنتر هتعمل ايه؟ هتاخد الرقم ده بعكس الساين وهتاخد الرقم ده بعكس الساين. طب جه جاب لي المنظر ده وطلب راديوس، هروح اعمل سكوير روت للرقم اللي بره. تاني شكل وده اكتر شكل بيجي لنا الجنرال فورم. الجنرال فورم يا جماعه بيبقى شكله دايما عامل كده، بيبقى عباره عن x باور 2 بلس y باور 2 plus 2ax plus 2ay plus c او by plus c equal 0.
دي يا جماعه بنسميها الجنرال فورم. اول حاجه اقولها لك مهمه بالنسبه للجنرال فورم، ما ينفعش تحط ايدك فيها الا لما يكون لازم الكوفيشنت بتاع x باور 2 y باور 2 يكون ايكوال 1. لو في اي ارقام هنا هنعمل معاها ايه هوريك لما يقابلنا اكزامبل واحنا بنحل مع بعض. طيب عشان اجيب سنتر من هنا بعمل ايه؟ بمسك الرقم اللي هنا واعمل له ديفايدد باي نيجاتيف 2، وبمسك الرقم اللي هنا وبعمل له ديفايدد باي نيجاتيف 2، كله على بعضه من غير الاكس. ساعتها بقدر اطلع سنتر اكس وسنتر واي. طيب بنجيب الراديوس ازاي في الجنرال رول؟ هو عباره عن سكوير روت سنتر اكس باور 2 بلس سنتر واي باور 2 ماينس النمبر ده بالساين بتاعته زي ما هو، ساعتها اقدر اطلع الراديوس. يبقى السيركل يا جماعه بيجي يلعب معانا في موضوع الرول بتاع السنتر الانجل، ازاي اجيب له لينث وازاي اجيب له اريا، وانا دردشت معاك في اهم حته علاقه الدايمتر والراديوس بالتانجنتس بتعمل ايه. الكورد ما بيعملش حاجه مع التانجنت، الكورد ما بيعملش حاجه مع التانجنت، اللي بيعمل هو الدايمتر والراديوس بس. اتكلمت معاك عن السيركل والايكويشن بتاع السيركل، ان احنا عندنا ستاندرد فورم وعرفنا ازاي بنطلع منها سنتر وراديوس ورايح وراجع، ونفس الكلام الجنرال فورم، وهنحل على الكلام ده كله حالا. نبص على نمبر 1 بيقول لي point C is the center of circle above. What's the fraction of the area of the circle is the area of the shaded region. طيب رول سهل جدا، حافظ رول هتحل، مش حافظ رول هتسيبه لوحدك، وخلي بالك الرول مش موجود في الفورمولا شيت. هو عايز الاريا، فهو مديني ان السنتر انجل ب 100، فكل اللي انا هعمله ان انا احط الانجل over 180 times pi r power 2. هو بيقول لك انا كل اللي عايزه منك هو عايز الفراكشن من الاريا، فبتكنسل الزيرو مع الزيرو، يعني هتمسك الفراكشن ده وتعمله simplifying divided by 2 up and down، هتلاقي ان دي هتبقى 5 over 9 pi r squared، وهو ده اللي هو عايزه. طبعا لو كان مديك الراديوس كنت هتعوض وتطلع الفاليو بتاعت الاريا بتاعت الريجن على طول. لو بصينا على نمبر 2 بيقول لي a circle on the xy plane has an equation of x plus 3 power 2 plus y minus 1 power 2 equals 25. طالب مني ايه؟ بيقول لي which of the following does not lie in the interior of the circle. عايز يشوف مين من البوينتس دي مش موجوده في الانتيريور بتاع السيركل. ففي منتهى البساطة هتعمل ايه؟ هتروح تمسك البوينتس دي وتعوض، ولازم البوينتس دي تبقى smaller than 25. فانت لو عوضت بالنيجاتيف 7 هتبقى نيجاتيف 7 بلس 3 4 باور 2 يعني 16، وهنا لما تحط 3 هتبقى 2 باور 2 4، فهتبقى الكلام ده smaller than 25، فالنيجاتيف 7 وال 3 فعلا جوه. لو جيت خدت النيجاتيف 3 وال 1 هتطلع لك 0 فهي برضه جوه. لو خدت 0 وال 0 برضه هتطلع، لكن اخر واحده تعالى نحسبها مش هتطلع، اللي هي 3 وال 2. لو شلت الاكس وحطيت 3 هتبقى 3 بلس 3 6 باور 2 هتبقى 36. طبعا 36 كده كده جريتر ذان 25، فالبوينت اللي هتبقى اوتسايد ذا سيركل هتبقى 3 و2. طيب تعالى نكمل كده الفكره دي واجي اسالك طلع لي سنتر او راديوس. لو عايز تطلع سنتر هتاخد الارقام دي بعكس الساينز فهتبقى نيجاتيف 3 1، ولو عايز اطلع راديوس يعني كل اللي هعمله ان انا هعمل سكوير روت ل 25 فهتطلع معايا بفرق. لسه مكملين مع بعض اكتر في السيركل. تعال نشوف مساله فيها شويه انجلز كده وحركات. هو مديني السيركل زي ما انتم شايفين في الرسمه، حاجه عامله كده، وهنا عندي السنتر اهو واهو، هنا في بوينت وصل وصلتهم حلو اهو، مديني دي اكس دي 20 ودي 20، وطالب مني ان انا اجيب له انجل اكس. في مساله زي كده ما عنديش مانع لو عملت حته زياده من عندي وعملت له خط دوت كده كاني قفلتهم ب 2 ايكوال تراينجل زي ما انتم شايفين. ده طبعا راديوس وده راديوس وده راديوس كلهم ايكوال لبعض، فلو دي 20 يبقى دي كمان 20 ودي كمان بالطبيعي 20. اقدر اجيب الانجل دي واقدر اجيب الانجل دي ازاي؟ ان انا اعمل 180 minus 20 plus 20 تطلع معايا 140، يعني دي 140 ودي 140. يعني انا عشان اجيب x اعمل 360 minus 140 plus 140 اللي هي 280. لما تحسب الكلام ده هيطلع معاك ب 80، ويبقى هي دي الفاليو اوف x. هنكمل.